ايوه انا بحضرتك. قولي صباح العسل. حملة ايه جميلة، بخير الحمد لله. يا رب دايما. النهارده كده كده احنا متفقين هنراجع للتوازي ونحل التمارين بتاعته، تمام؟ ماشي مفيش مشكلة. وكان فاضل لنا حتة في التوازي، ويبقى كده فاضل لنا درس انشاءات هندسية وخلصنا المنهج، تمام؟ تمام إن شاء الله. تمام مبسوطة؟ اه جدا. يوم الثلاثاء ان شاء الله هنخلص، تمام كده؟ كده كده تمام الجد بإذن الله. نراجع. بس احنا خدنا المرة اللي فاتت التوازي، فاكرة التوازي؟ احنا خدنا كام حاجة؟ كام حرف؟ انا مش متذكرين خالص. اه كانوا اليو والاف والزد. برافو، ايه الدماغ الشغالة دي، حلو. كنا خدنا اف، نكتبهم كده اف ويو وزد. طب فاكرة الزد كان ايه؟ كان تبادل. برافو عليك، شطورة ان شاء الله. تبادل والاف كان تناظر واليو، والديو كانوا متكاملتين صح؟ برافو برافو، اسمهم تداخل، اللي هو زاويتين متداخلتين. طب السؤال كان بيجي لي ازاي؟ الاول نشوف السؤال، لو جه في الاختيارات يجي يقول لك اذا قطع مستقيم عدة مستقيمات متوازية كل زاويتين متبادلتين نقط، كل زاويتين متبادلتين مالهم؟ لازم يكونوا مالهم. مستوى القياس. برافو عليك، شطورة. طيب يجي يقول لك اذا قطع مستقيمين متوازيين فإن كل زاويتين متناظرتين مالهم؟ مستويتين في القياس. برافو. يجي يقول لك إذا قطع مستقيم عدة مستقيمات متوازية، أهم حاجة قطع مستقيم عدة يعني أنا عندي مستقيم أهو، وعندي مستقيم أهو، وعندي مثلا مستقيم أهو، دي مستقيم تاني قطعه، فأنا يقول لك كل زاويتين متداخلتين نقط، هيبقوا متكاملتين. دي الوحيدة اللي هما متكاملتين. يعني إيه بقى متكاملتين؟ مجموعهم كام؟ 180. برافو عليك. طب نراجع كده بسرعة، الزاويتين المتكاملتين 180 المتتامتين90 مجموع الزوايا المتجمعة حول نقطة. 360 برافو عليك. القايمة 90 90 مجموع قياس زوايا المثلث، 180 كل زاويتين متبادلة متقابلتين بالرأس. متساويتين في القياس. طب سؤال بقى كده أخير بقى عشان أقول عليكي ممتازة شطورة وحافظة كل الهندسة بتاعتنا. أيوة إيه لو قلت لك الضلعين الزاويتين المتتامتين الضلعين بتاعهم بيكونوا مالهم؟ متتامة المتتمتين الضلعين بيكونوا مالهم؟ متعمدتين. برافو عليك، متعامدين. وخلي بالك السؤال ده ممكن يجيلك عكس، لو الضلعين متتمتين فإن الزاويتين يكونوا مالهم؟ متتمتين ولا مت... ولا صح، برافو، صح متتمتين، صح هيبقوا متعمدين. برافو عليك. طب المتكاملتين الضلعين بتاعهم بيكونوا مالهم؟ على استقامة واحدة. في ايه؟ ايه الشطارة دي؟ شكرا. احنا حافظين كده الهندسة كلها ولا ايه؟ على استقامة واحدة. طب بالمرة بقى، لا انت كده هتسهلي عليا موضوع الامتحانات المراجعة. لو قلت لك ان قياس زاوية ألف بيساوي 100 فإن عايزة قياس زاوية ألف المنعكسة، وقلت لك السؤال ده بيجي كتير جدا. ألف المنعكسة هتبقى 100، 360 ناقص 100. لا انا كده انا عايزة ابخرك، برافو. 260. لا ممتاز، ممتازة والله العظيم، انت كده يعني الهندسة كلها يعتبر يعني شجعناها اهو، وانت كلها حفظها. طب آخر مرة احنا خدنا التوازي، قلنا في التوازي فيه 3 حروف زد اف يو زي ما انت ما قلتي، دول متبادلتين، دول مالهم متناظرتين، دول متداخلتين، تمام كده اتفقنا. أيوة مش محتاجة حل والله، خلاص احنا هنحل سؤال بس واحد ماشي. وبعد كده النهاردة هناخد عكس التوازي. يعني ايه يا ميس عكس التوازي؟ يعني انا لو جبت لك مثلا حرف، هو سهل، جبت لك حرف مثلا زد زي كده، أيوة تمام، وقلت لك جيب 50 وجيب 50،
فهقول لك في هنا توازي ولا مفيش، هي دي بقى الفكرة. يعني هنا متوازيين ولا مش متوازيين؟ ايوه متوازيين، ليه؟ عشان متساويين في القياس. عشان ده وضع ايه اسمه، وضع ايه ده؟ التبادل. بس هو ده الفكرة. يعني انا الاول كنت بجيب لك كده وعكس السؤال، يعني انا كنت بجيب لك كده، كنت اقول لك دي ب 40 وكنت بقول لك ان ده بيوازي ده، صح كده؟ هاتي ايوه الزاوية دي. كان السؤال كان بيجي كده، عايز اكس، اكس بتساوي نقط، بس كان جايب لي هنا علامة التوازي وهنا علامة التوازي، فانا كنت بقول له اه اكس ب 40 عشان ده وضع ايه، تبادل. لا هو هنا بقى في نفس السؤال ده هيجيب لي العكس. ايه هو العكس؟ هنشيل الاكس دي، العلامة دي والعلامة دي، ويجيب لي دي بس ب 40 ويجيب لي دي ب 40. يقول لك في هنا توازي ولا مفيش هنا توازي؟ فانا اقول له اه ده حرف الزد ده بيساوي ده، يبقى ده وضع تبادل، اذا يبقى متوازي. نروح نحل، ده اسمه عكس يلا التوازي، اتفقنا؟ تمام. طب نشوف هنا الأسئلة. بيقول لك 3 و6، فين زاوية 3؟ أنا هشاور لك عليها بالقلم، ماشي؟ أدي 3 هنا أهي، وأدي 6 هنا أهو، ده وضع إيه؟ وانا مش عارفه اجمع الحرف. طب استني انا هشيل لك اللي انا معلمه عليه اهي واهي. احنا قلنا قبل كده اللي فوق الخط واللي فوق الخط يبقى ده تناظر، صح كده؟ هتبقى اف. وقلنا بعد كده اللي هو جوه هنا وجوه هنا عكس بعض، ده تبادل، اي واللي قصاد بعض تداخل. شوفي دول عكس بعض ولا في وش بعض ولا تحت بعض؟ هيبقى اف تناظر. تناظرتين، متأكدة؟ لا هقول لك ليه نفس الشكل اهو، بصي اهو انا هعملها لك اهي. لما اجي اقول لك ادي 3 اهي، انا اجيب القلم، ادي 3 اهي ودي 6 اهي، هما كده في وش بعض ولا عكس بعض؟ عكس بعض. بيبقى ده تبادل اهو، حرف الزد بيبقى كده اهو، عكس بعض، واحدة فوق وواحدة تحت. بصي اهو، واحدة هنا وواحدة هنا، اهو خط تاني اهو، واحدة هنا وواحدة هنا، يبقى ده تبادل. تمام. خلاص كده، امتى اقول اف؟ لو واحدة فوق الخط وواحدة فوق الخط. طب ماشي، تعالي كده نمسح كل اللي احنا عاملينه ده، التلاتة هنا فوق الخط، طب الستة هنا فوق الخط لا ولا تحت الخط؟ تحت الخط. يبقى ازاي اقول تناظر؟ أيوة فهمت. فهمتي كده؟ أيوة طب قال لي، طب انت هتعرفي دي 2 و3، هم دول مالهم؟ هيبقوا داخلة دول في فين؟ بس داخلتين، دول في وش بعض، فهمتيها كده؟ أيوة كده معلش انا حطيت ايدي على البتاع اللي الداخلتين اسمهم متحالفتين، هم قصاد بعض. تمام. يلا آخر حاجة بقى، 1 و3، شايفة؟ واحد وثلاثة. أيوة هتبقى هيبقى تناظر ده. برافو عليكي، كده فهمتي الشكل؟ أيوة تعالي بصي بقى، هوريكي الأشكال التانية. وريكي بقى بتيجي ازاي بقى السؤال اصلا في الامتحان. معلش ناس تفتح معانا. لا عادي. دي اسمها عكس النظرية احنا، او عكس التوازي. ايه عكس التوازي؟ يقول لي اثبتي اصلا ان في توازي. كل مرة احنا بناخد ان في توازي
واجيب الاضلاع اللي موجوده. لا هنا عكس التوازي، يجيب لي اصلا الارقام وعايز يقول لي شوفي في توازي ولا مفيش توازي. اتفقنا؟ ايوه فاهم. يلا نبدا باول حاجه. اهو ازاي اثبت؟ اهو ادي عندي اول حرف، حرف ايه ده؟ اهو انهي حرف واحد ايه ده؟ اللي فوق خالص؟ اه الزد. زد. هتقولي ان قياس زاوية ب بتساوي قياس زاوية مين؟ بسبب كده زاوية جيم. وهما في وضع تبادل، بس بتبقى هي دي الجملة. اذا ان ب الف ب اللي هو ده الف ب بيساوي جيم، بيوازي جيم ايه؟ وعلامة التوازي فاكراها؟ الف ب بيوازي جيم ب. ايوه تعالي هنا، مين بيساوي مين هنا؟ الجيم والباء. ما ينفعش هنا اقول باء. ليه بقى؟ عشان الباء مقسومه حتتين، حته جوه وحته بره. فانت ايوه لو قلتي باء كانك قلتي باء كلها، فانا اقول هتبقى الباء ألف باء هاء. بس. يبقى الف ب ه بتساوي قياس زاويه جيم، وهما في وضع ايه؟ ده وضع ايه ده؟ ده وضع تناقض. بس وهكتب له كلمه وضع تناقض. طب لما يجي لي حرف يو بعمل فيه ايه؟ انا ما بقولش ان ده بيساوي ده، لا انا بجمعهم. يعني اقول 55 زائد 180، 125. فاكرة اثبت على استقامة واحدة؟ فاكرة السؤال ده؟ ايوه هو زيه، فأنا هنا بجمعهم، طلع مجموعهم 180. أقول له آه ده دول زاويتين متداخلتين وفي جهة واحدة. أقول له زاويتين مالهم؟ متداخلتين وفي جهة واحدة. طيب لما يجي لي بقى شكل زي كده، هو بيقول لي إيه؟ استنتج إن ألف ب، يعني شوفي ألف ب بيوازي جيم دل ولا لأ؟ فين ألف ب اللي هو ده بيوازي ده؟ طب انا اعمل ايه؟ انا عندي دي صح، عندي اللي أيوة. قصاده. اعرف اجيب اللي قصادها دي؟ اه فاكره الخطين دول لما خدناها؟ دول اه اسمهم زاويتين مالهم؟ متخبطين بالرأس. ماشي، برافو عليك. طب دي ب 54، يبقى مين اللي هيبقى زيها؟ هتبقى اللي تحتها ب 150. بس كده، هي نفس الكلام. هتقول ان دي بتساوي دي بالتقابل بالرأس، يبقى دي برضو ب 54. اذا انا عايزه اثبت هنا، اعمل ايه في دول اتنين قصاد بعض؟ يبقى اعمل فيهم ايه؟ هجمع بس هجمع، يبقى اجمع 54 زائد 126، طلع 180. يبقى دول زاويتين نحهم ايه؟ داخلتين. أيوة متداخلتين وفي جهة واحدة. تكتبي له كده متداخلتين وفي جهة ايه؟ واحدة واحد. اتفقنا كده؟ يلا بينا نحل. تمام. خلاص كده اللي احنا قلناه من شوية. يلا أول سؤال، يلا حلي. حلي. إذا قطع مستقيم مستقيم مستقيمين متوازيان، فإن كل زاويتين متبادلتين. كل زاويتين متبادلتين مالهم؟ انت لسه كنت بتقولي متساويتين في القياس. بس كده، يبقى متساويتين في القياس. طب اللي بعده، وكل زاويتين متناظرتان متناظرتين متساويتين في القياس، وكل زاويتين متداخلتين متكاملتين. متساويتين في القياس. خلي بالك السؤال ده بيجي لك كده، أيوة يعني هو اصلا لما بيجي لي في الاختيارات او اكمل، او عموما بيجي اكمل كتير قوي، يعني بيجي اكمل، بيجي بنفس الشكل ده، نفس الطريقة دي، كأنه سؤال، كأنه سؤال وانت هتكمل. اتفقنا؟ كل أيوة. زاويتين متداخلتين مالهم؟ قلنا كل زاويتين متكاملتين. متكاملتين، يعني مجموعهم كام؟ 180. برافو عليك، شطورة. طب يلا السؤال اللي بعده، بيقول لي المستقيمين العمودي على تالت بيكونوا مالهم؟ يعني ايه يقيس عمودي على تالت؟ انا مش فاهمة الجملة، فاهمها؟ اللي هما 2 كده بالعرض وواحد بالطول. برافو عليك، مستقيمين عموديين على تالت، لازم يكونوا المستقيمين دول مالهم؟ احنا بناخد اصلا ايه؟ ان احنا بناخده ده اسمه الايه؟ التوازي ماشي، يبقى المستقيمين العمودي على تالت لازم يكونوا مالهم؟ متوازيين.
برافو عليك شطور، بحب اللي دماغه شغالة أوي. مش لازم أنا أقول المستقيمين العمودين على تالت لازم يكونوا مالهم متوازي. طب اللي بعده المستقيمين الموازيين لتالت لازم برضو يكونوا مالهم، يعني في اتنين بيوازي واحد تالت لازم الاتنين دول يكونوا مالهم. متعمدين. ما هم أصلا لا بصي، هم مستقيمين متوازيين موازيين لتالت، يعني اتنين بيوازوا واحد تالت لازم يكونوا برضو مالهم. متوازيين برضو. اهو برافو عليكي. امتى اقول بقى اللي هي متعامدين؟ لما يقولك المستقيم العمودي اهو، اكتبها لك ايه، المستقيم العمودي على احد مستقيمين متوازيين، يعني يقولك مستقيم عمودي على واحد، يعني انا عندي اتنين اهو وجبت واحد تالت، قلنا ان التالت ده عمودي على ده، يبقى برضو لازم يكون عمودي على الاخر، لازم يكون عمودي على الايه. على الأخر. خلاص كل الاسئله دي بتيجي في الامتحان اختياره. عدد طب الارتفاعات المثلث، المثلث ليه كام ارتفاع؟ الارتفاعات اللي هي بتبقى جوه دي كده، اي مثلث ليه كام ارتفاع؟ ليه 3 ارتفاعات؟ برافو عليك. طيب يعني ايه متوازيين؟ يعني واحد اهو وواحد اهو صح كده، أيوة. يبقى هنا لو قال لي اذا كان المستقيمين بتيجي في الامتحان دي لام واحد ولام اتنين متوازيين، فإن لام واحد تقاطع لام اتنين. انت عارفة يعني ايه تقاطع؟ لا مش فاكرة، هو هو انا خدت اسم مش فاكرة. اه هو المفروض الحاجات دي اصلا كانت عندك وخدتيها قبل كده، اللي هو ايوه التقاطع. التقاطع خدناها يعني وخدنا حاجات كتير مش دي بس انا مش فاكراهم. ماشي، التقاطع ده يعني في حاجة مشتركة ما بينهم. تقاطع ده كلمة تقاطع لازم الاتنين يكونوا كده كده متقاطعين، ايوه فاهماني كده ايوه التقاطع. هو المتوازيين بيبقى فيه تقاطع ما بينهم، لا يبقى التقاطع بتقولي بيساوي ايه؟ مش عارفة انت هتعرفيه ولا لا. برضه كنا هتبقى بنقول فاي. فاي، برافو عليكي بتبقى فاي. تاني عايزين نراجع تاني يا ميس الجملة دي، احنا نمسح اللي احنا عملناه ده كله اهو، مستقيمين متوازيون اهو. ممكن السؤال يجيلك بطريقتين، ايه هو؟ يقولك لام واحد هيجيلك كده بيوازي لام اتنين، فإن لام واحد تقاطع لام اتنين بيساوي نقط. ممكن يجيلك كده لام واحد تقاطع لام اتنين بيساوي فاي، فإن نقط. يجيلك كده يجيلك كده. طب لو متوازيين يبقى التقاطع ما بينهم بإيه؟ بفوي فاي. طب لو العكس، لو التقاطع أصلا بفاي، هتبقى قلنا لازم يكونوا مالهم. التقاطع بفاي اهو يعني. العكس عكسي، مش انا قلت لو متوازيين يبقى التقاطع بفاي. طب تيجي نعكس، ايوه ماشي لو التقاطع بيبقى بيساوي فاي يبقى لازم المستقيمين يكونوا مالهم. متوازيين. برافو عليك، يبقى لام واحد بيوازي لام اتنين اهو. اذا كان لام واحد ولام اتنين مستقيمين، وكان لام واحد تقاطع لام اتنين بيساوي فاي، فان المستقيمين يكونوا مالهم. متوازيين. بس كده. طب يتوازى المستقيمين اذا قطعهم مستقيم ثالث وكانت زاويتين نقط متكاملتين. زاويتين مين اللي بيبقوا متكاملتين؟ متبادلتين ولا ناظرتين ولا متبادلتين؟ داخلتين. برافو عليك. طب نيجي اللي بعد، الف ب بيوازي س ص، فان الف ب تقاطع س ص نفس الشكل بتاع ده اهو، يعني مستقيمين متوازيين يبقى التقاطع. هتبقى فاي. خلاص كده لا أيوة مشكلة، يلا يلا بينا نحل. يلا. أول سؤال، اثبتي إن جيم دال بيوازي ألف ب، ده كده عكس التوازي، عايز يثبت إن جيم دال ده بيوازي ألف ب ده. طب أنا هعمل إيه؟ أنا عندي جيم، قياس زاوية الجيم أصلا بكام يا أشرقة؟ دي 58 صح؟ برافو عليكي. طب أنا عايزة أجيب قياس زاوية مين؟ اللي هي جيم ألف هاء. ممكن هنا نقول ألف عشان ألف هنا مش مقسومة، فاهمة؟ مش مقسومة ملهاش حتة بره، يعني ممكن أقول قياس زاوية ألف أو جيم ألف باء، مش هاء، جيم ألف باء كلها، يعني عايزة أجيب ألف كلها. ألف كلها بكام؟
هتبقى 29 في 2. برافو عليك، الشطارة دي. يبقى القياس زاوية جيم ألف ب هتساوي 29 في 2 بتساوي 58 برضه. يبقى كده عندك قياس زاوية مين بتساوي قياس زاوية مين؟ قياس زاوية هاء ألف باء بتساوي جيم ألف هاء. مينفعش أقول هاء ألف باء، هاء كده يبقى أنت قسمتيها خدتي الحتة دي، بس مينفعش أقول من هي، لازم أقول من مين. اه من جيم، انا كان قصدي ان الاتنين اللي هما معمول عليهم نكمة دول. إن دول كلهم ب 58 صح؟ ما أنا أقولها ايوه بقى كلها بقى، قوليها جيم ألف باء. جيم ألف باء توازي تال جيم ألف دال جيم ألف، هو مفعول ده تبادل. لازم بقى تتكتب الجملة دي، هما في وضع تبادل، وضع ايه؟ تبادل اتفقنا؟ يلا نيجي تمام للسؤال اللي بعده. خلاص انتي تمام فهمتي على فكرة، انتي اللي هتحلي اصلا. أيوه هتبقى هنجيب كذا وعايز يثبت ان في جيم دال يوازي به ألف، جيم دال ده يوازي ألف به. لا بيقولك في توازي ولا مفيش توازي، ده حرف ايه؟ هو ايه؟ انهي واحد؟ اه اهو ده اه هيبقى يو، هيبقى ماشي. هتجيبي داخلتين او الاول مين؟ متكاملتين، هتبقى 50 زائد 50 ماشي مية، يبقى الاول كلهم بصي 180. ماشي. لا لما نيجي نحل بقى خطوات، هقول قياس زاوية ب بتساوي 2 في 50 بتساوي 100، بعدين اقوم قايلة القياس زاوية ب زائد قياس زاوية مين؟ قياس زاوية ب زائد قياس زاوية ج. قياس زاوية ب زائد قياس زاوية ج هتساوي، أقوم جمع كده 100 زائد 180، 100 زائد 80 معلش هيساوي 180، وأقوم كاتبة لو هما في وضع ايه؟ داخلتين أو تداخل داخلتين وفي جهة ايه؟ في جهة واحدة. برافو عليك. السؤال اللي جاي بقى ممكن تحلولي في الكشكول. حاضر أنا عايزة أقولك على حاجة بقى تعمليها تسهل عليكي ماشي. لما تيجي تحلي الامتحان النهائي او اي امتحان ابعتهولك بعد كده، هندسه عموما هندسه، أو اول حاجه لما تيجي تحليني ارسميني الرسمه حاضر ماشي. وابداي حلي. لو في حاجه واقفه معايا الكلام اللي مكتوب في البدايه ده ابدا بيه، ليه؟ لان هو بدايه الحل اصلا بتاعتي. يبقى في اسئله الهندسه بالذات اي رسمه موجوده في الامتحان تكتبيها لي تاني في الكشكول، يعني في امتحان الهندسة بتاع النهاردة أنا يا مثلا عم بعت، هكتب كل حاجة في الكشكول، في الورقة في الكشكول. أهم حاجة عندي الرسمة تترسم، دي أهم حاجة عندي. تمام ماشي. خلاص يلا، معاكي نوت بوك ولا معاكي؟ أيوة أنا بكتب أهو، ماشي، مش لازم هي دي تكتبي السؤال، ارسميني الرسمة على طول. حاضر. هي دي هتبقى هاء إيه؟ ايه؟ هتبقى هاء إيه؟ لأن حضرتك كاتبة عليها. دي هي ألف ب جيم دال دال دي. ماشي بصي هنا مديني حتة بقى يا أشرف، هو في السؤال هيديكي حتة فيها توازي وحتة عايز يثبت إن هي توازي، يبقى كده جايبلك سؤالين في سؤال واحد، جايبلك حرفين مع بعض. طب إيه الحرف أيوة. الأولاني اللي هو مديهولي؟ اللي هو اليو اليو. يبقى أقدر أجيب من حرف اليو الأول، يعني هو هيديني حرف يقولي اثبتي إن في حرف تاني، اتفقنا؟ يبقى هو هنا مديني أيوة. حاجتين، مديني حرفين. طب اشوف انا هحل انهي حرف الاول، يعني مثلا في ولاد عندي بيجوا يقولوا لك اه دي 65 يبقى دي 65 تبادل، وفجأة يطلعوا من الامتحان يقولوا ما احنا كاتبين الارقام صح، لا السؤال غلط. ليه؟ هو قال لي هنا مين اللي بيوازي مين، قايل لي ان ده بيوازي ده، فانا اشوف ده كده حرف ايه ده، أيوه يبقى ده اللي ابتدي احله الاول. طب يو بيتحل ازاي؟ اجيب جيم ازاي؟ هنقص ال 115 من 180. برافو عليك، يلا ابدأي حلو وقولي لي. حاضر تبقى 115 ناقص هتبقى 65. برافو عليك، يبقى هكتب كده 180 قياس زاوية ايه؟ جيم. اكتبي لي خطواتي يا اشرف، حاضر انا عايزة ماشي. خطوات، يعني تكتبي لي كده قياس زاوية جيم بيساوي يوي
180 ناقص 165 هتساوي 65 درجة. بس يبقى قياس زاوية جيم تكتبي له كده، قياس زاوية جيم هتساوي 65، وتكتبي له جنبهم زاويتين مالهم داخلتين داخلتين، وفي جهة ايه واحد بس كده، دي أهم حاجة. في فيها واحد. تمام. خلاص كده. بعد كده تكتبي له بقى ان مين طلع بيساوي مين، قياس زاوية مين بيطلع بيساوي قياس زاوية مين. دال بتساوي جيم. برافو عليكي. وتقولي له بيساوي 65، وهو مفروض ايه؟ تناظر. بس بيم ايوه كده تمام. تمام طيب كده. ايه بقى؟ أنا كتبت إن قياس زاوية جيم بيساوي 180 ناقص 115 هيدينا 65 درجة، وكتبت داخلتين وفي جهة واحدة، ماشي، برافو شاطر. وقياس زاوية دال بيساوي قياس زاوية جيم، وكتبت تناظر. برافو عليك. قياس زاوية ج بتساوي قياس زاوية د، واكتبي وهم في وضع تبادل. انت قلتي ايه؟ تناظر. أنا قلت تناظر. أيوه ليه تناظر؟ ليه ده حاجة أيوه ايه؟ اهو عكس بعض. وضع ايه ده؟ تبادل. ايوه، خلاص كده اتفقنا. ما حسيت ان في حاجه غلط اصلا. بس خلص السؤال، سهل ولا صعب؟ لا سهل. ولذيذ صح؟ ايوه السؤال ده اللي بيجي كتير قوي في الامتحان، اللي انتي لسه حلينا. ايوه تعالي هنا نشوف، هنا بيقول لي جيم تنتمي ل ب ه. بصي ايوه هنرجع بقى، فاكرة الزوايا المستقيمة بكام وكده؟ القطعة المستقيمة فاكرة بكام؟ القطعة المستقيمة 180. 180. برافو عليك. فهنا لازم استفيد بيها. جايب لي فين هنا قطعة مستقيمة؟ بس هنا مفيش حرف يو، مفيش غير حرف واحد بس، حرف ايه؟ الزد زد. طب انا ما عنديش دي، لازم اجيب دي اللي هي ب ج د. اجيبها ازاي بقى؟ هنعتبرها اف، لا مش هنعتبرها اف، ما اصل انا ينفعش. حاسه ان بس لا مش هتمشي. بصي بس عشان تبقي فاهمة حاجة زي كده، ما ينفعش اعتبرها اف، لازم يديني في توازي، ما فيش هنا توازي اصلا. ايوه فانا هعمل ايه؟ مديني دي قطعة ايه؟ دي دي كده قطعة اسمها قطعة. مستقيمة قطعة مستقيمة بكام؟ ب 180. يبقى لازم اطرح من كام؟ اهو اطرح 180 ناقص كام؟ 180 ناقص 145. بس مش احنا يا كوكو لما كنا بناخد كده وعمل كده واديكي دي ب 145، واقولك هاتي دي، فاكرة كنا بنعمل ايه؟ ايوه نطرح. كنا بنقص 145 من 180. بس هو نفس الكلام، ما ينفعش اقول هعتبر دي كذا، يعني ما ينفعش الجملة دي هعتبر ده اف، ما هو مش اف، هو مش مديني توازي. هو قالك هنا حد بيوازي حد، ها؟ لا عامل لك العلامة دي، شايفة العلامة دي؟ لا عامل لك العلامة دي، لا يبقى مفيش توازي. ما تقوليش هعتبر ان هو اف، مفيش حاجة اسمها هعتبر ان هو اف. فهمت. اي خلاص كده اتفقنا. تمام. فيها مشكلة كده؟ لا تمام. يلا بينا نحل. يلا يلا يبقى اسمها ايه بقى؟ قياس الزاوية اللي احنا هنجيبها قياس زاوية مين؟ اهو زاوية ميم هتبقى 100 اسمها ايه؟ وتمانين انجليزي لازم اقراها الاول. باء جيم دال. باء جيم دال هتساوي، هو عاملة كده بس مية مش صح، وتمانين أو ناقص 145 145. اجيب الرقم، هاتي الرقم. ناقص 100
هتبقى 35. 35. شفتي طلعت زيها ازاي؟ أيوة، هتقولي ايه بقى، ان قياس زاوية مين بتساوي قياس زاوية مين؟ قياس زاوية باء بتساوي قياس زاوية لا، بتساوي قياس زاوية 2. هتبقى بتساوي، قياس زاوية باء جيم دال. وتقولي بيساوي كذا، بتساوي 35 درجة، وهما في وضع، تبادل. بس لازم اكتب الوضع. اتفقنا كده؟ تمام. ها، سهل ولا صعب؟ لا سهل. تمام، يلا اللي بعده. مديني هنا بقى ان في توازي، فلازم استفاد من التوازي كده. مديني حاجتين كده، يديني حرفين طالما مديني توازي. مديني حرف ايه وحرف ايه؟ اليو وال والزد. أي اليو والزد. برافو عليكي، اليو والزد. طب تعالي كده ناخد اول حاجة التوازي. التوازي اهو، يبقى اكتب كده ان الف ب يوازي جيم دال، اللي هي اول كلمة هي، ان ده بيوازي ده. طيب يبقى مين بيساوي مين؟ تبقى قياس زاوية جيم مين؟ بتساوي ألف. ما ينفعش اقول جيم عشان جيم مقسومة حتتين. انا اقول الف ماشي، بتساوي جيم هنا حتتين اهي، حتة فوق ده. بتساوي ألف جيم تاني. الف جيم دال بتساوي كام؟ 30 درجة. وهو في وضع ايه؟ ده وضع ايه؟ تبادل. تبادل. يبقى دي ب 30. طب هو عايز يثبت اللي تحت، عايز يثبت ان جيم دال ده بيوازي ده. طب ده حرف ايه اللي تحت ده؟ ده حرف ايه يا كوكو؟ بدل دال حرف ايه؟ أنا بتكلم على الزاوية. اه ماشي خلاص. احنا لا، انا عايزة دايو اقول دايو ايه أيوة. دايو اهو. طب انا عندي دي هي بكام؟ ب 120 طب انا ما عنديش دي، اجيبها ازاي؟ هنقص 180 من 120. لا ما ينفعش. ليه يا ميس ما ينفعش؟ عشان هو اصلا ما قالكيش ان هما متوازيين، عشان اطرح من 180، وقال لي هنا في توازي عشان لا اقوله 180 ناقص 120. هو قال لي كده؟ ما لا قاليش. ده هو بيقول لي اثبتي ان هما ب 180، معنى السؤال. طب اثبت ازاي؟ اجيب الرقم بتاع دي. طب اجيبه ازاي؟ مش انا جبت الحتة اللي فوق دي ب 30؟ اي طب هو اصلا قال لي جيم كلها بكام؟ نسينا جيم كلها بكام؟ ب 90. طيب انا عايزة الحتة اللي تحت، يبقى هطرح كام من كام؟ 90 من كام؟ 90 من 30. بس كده. يبقى قياس زاوية اسمها دال جيم ه، دال جيم ه هتساوي 90، أشيل منها 30، يبقى لي كام؟ 60. يبقى دي ب 60. اجمعي بقى، هتجمعي كام زائد كام؟ 120 زائد 60 بس طلع مجموعهم 180. يبقى هو وضع ايه؟ هيبقوا داخلتين وفي جهة واحدة. أكيد. بس دي زي اللي انت حالتيها من شوية، دي اللي احنا حالينا. السؤال بيجي لي كده في الامتحان بالنص، بيجي لي بنفس الطريقة بنفس الكلام. يجي يقول لي في الشكل المقابل ألف ب بيوازي جيم دال، قياس زاوية دال ب 70، وقياس زاوية ب ألف جيم ب 110. يجي يقول لك اوجد، يطلب منك حاجتين، قياس زاوية جيم مع ذكر السبب، واثبت ان دال ه بيوازي ألف جيم. ده السؤال اللي بيجي في الامتحان. طب أول حاجة مديني توازي، فين التوازي اللي هو مديهولي؟ ان ألف ب بيوازي جيم دال، ان ده بيوازي ده. يبقى ده حرف ايه؟ يو يو. يبقى انا هجيب قياس زاوية جيم ازاي اللي انت حلتيها من شوية دي؟ يبقى القياس زاوية جيم بتساوي نطرح من كام؟ من 180. ليه هطرح من 180؟ عشان اداني ان ألف ب بيوازي جيم دال، عشان هو قال لي ان ده بيوازي ده، هكتبها قبلها. يبقى 180 ناقص 110 بتساوي 70. وأقوم قايلة وضع ايه؟ تداخل. لا اه معلش، سوري. كنت اقولك لا، قولي متداخلتين يعني. وانا في جهة واحدة. بس اكتبهما متداخلتين وفي جهة واحدة.
ما قلتش تداخل بس، اقول لا متداخلتين وفي جهة واحدة. خلاص انا جبت دي ب 70، تمام. اقول بقى مين بيساوي مين. دال بتساوي جيم. قياس زاوية دال بتساوي قياس زاوية جيم بتساوي 70. هنا بقول الوضع كذا، وضع ايه؟ هيبقى وهما تبادل. في وضع تبادل. بس خلص، اذا ده هي بيوازي الف دي. خلص السؤال، سهل ولا صعب؟ سهل. لذيذ. جدا. دو تعالي كده معايا ثانية واحدة، نراجع دول قبل اخر حتة، بس فاضلنا اخر حتة. احنا خدنا المتجمعة حول نقطة بكام؟ ب 360 الزاويتين المتقابلتين بالرأس. متساويين في القياس. ماشي كيمي، عايزة هنا هي زاوية ألف واو لام بكام؟ ب 30 ب 30. سريعا كده نعمل ريفرش بسرعة. ماشي، تمام. الزاويتين المتقابلتين بالرأس هما زاويتين متساويتين. أيوه نعم. عايزة قياس زاوية ألف ه واو. ماشي، هتبقى 120 120 دول زاويتين مالهم؟ متقابلتين بالرأس. برافو عليك. طب والزوايا كلها بكام؟ الزوايا كلها اللي هو حول نقطة ولا 180؟ حاول. 360 ماشي، عايزة هنا لام واو نون. لام واو نون. لام واو نون هتبقى 142. طب لو أنا طلبت منك دي أنهي واحدة؟ ايه؟ هتبقى 180 ناقص 142 180 ناقص 142. ليه؟ عشان دي قطعة ايه؟ مستقيم. خلاص كده اتفقنا، فيها مشكلة؟ لا عايزة هنا ألف ه نون. هتبقى ب 32. طيب لو قلت لك اثبتي إن ده على استقامة واحدة تعملي إيه؟ دول هل دول على استقامة واحدة أم لا؟ بنعمل إيه؟ هجمعهم يطلع مجموعهم كام؟ 180 يبقى على استقامة ولا ليس ده على استقامة؟ على الاستقامة. الشطارة دي. زاويتين اتنين وتلاتة، اتنين اتنين وتلاتة اهم قصاد بعض، وش بعض كده، عكس لا بعض. هتبقى تبادل. ماشي، ده تبادل. هنا بقى قالك متكاملتين ولا متقابلتين بالرأس؟ هيبقى متقابلتين بالرأس. برافو عليك. المتكاملتين هيبقوا اتنين واربعة. ماشي، أيوة. اربعة وواحد، اربعة وواحد، وش بعض برضو. متكاملتين ولا متقابلتين بالرأس؟ هيبقوا متقابلتين بالرأس. زاويتين متقابلتين بالرأس، هما زاويتين لهما الرأس نفسه. لا نعم أم لا؟ الرأس نفسه اللي هي النقطة اللي بيتقابلوا فيها. نقطة الرأس. أيوة انت قلتي لا. أيوة ما أنا قلت اللي هو أوله. حضرتك فهماني ماشي يا اللي جميل. هو أول الشعاع. ألف يه واو وبه ميم نون، دول متقابلتين بالرأس؟ لا لا، برافو عليك. آخر سؤال معانا، زاويتين متقابلتين بالرأس، كل ضلع من أحدهما امتداد لضلع من الآخر، متقابلتين بالرأس، مش فاهمة. كل ضلع من إحداهما امتداد لضلع من الآخر. يعني في زاويتين متقابلتين بالرأس، الضلع بتاعه بقى امتداد، الامتداد بتاعه يعني هو ماشي لضلع من الآخر، لا من التاني يعني ولا لأ؟ لا
لا بصي ارسميها كده. ارسم ايه بقى؟ انا اصلا ما فهمتش. زاويتين متقابلتين بالرأس، ارسمي ضلعين. طب انا جيت رسمت اهو، اهو مش دول متقابلتين بالرأس اهم؟ ايوه، يعني دي بتساوي دي. طب دي الزاوية دي، ادي هو الضلع بتاعها اهو، ده وده صح؟ مش ادي الضلع بتاع دي امتداده اهو من التاني، طلع قطه من ده، كده يعني. طلع من من التاني، من الضلع التاني يعني، من الاخر. فهمت. ايوه فهمت كده يا جميل؟ ايوه يلا بينا، عملنا ريفرش اهو، احلى ريفرش ده ولا ايه؟ صح. ايوه اخر نقطة بقى معايا بقى النهارده في التوازي، سهلة جدا 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 جدا. خلي دول هنعملهم دلوقتي تاني. جي بيقول اذا قطع مستقيم عدد مستقيمات متوازية، يعني ايه مش الكلام ده؟ يعني هجيب صفحة كده واقول لك، يعني ادي عندي مستقيم، نرسمها مستقيم اهو، مستقيم اهو، مستقيم اهو، مستقيم اهو، دي عدة مستقيمات صح؟ رحت أيوة. جايب واحد ورحت قطعته كده، قطعت كل ده، جبت واحد تاني قطعت كده كل ده. فبيقول إذا قطع مستقيم عدة مستقيمات متوازية، يعني أدي مستقيم أهو، قطع شوية أهو، دي ودي ودي ودي. فبيقول لي إيه الأجزاء المحصورة؟ يعني إيه الأجزاء المحصورة؟ يعني الحتة دي شايفها؟ أيوة. والحتة دي، والحتة دي مالها؟ بتكون متساوية في الطول. يعني لو جيب خمس يبقى جيب كام؟ بخمسة يبقى جيب كام؟ بخمسة. يبقى الأجزاء المحصورة بتكون متساوية في القياس. طب حاجة تاني أهو، دول ثلاث مثلا مستقيمات، رحت جايبة واحد وقطعت كده، بقولك إن الحتة دي كلها مثلا بعشر، يبقى جيب كام وجيب كام؟ يبقى دي ب10، دي ب5، ودي ب5. بس يبقى دي بخمسة ودي بخمسة. طب سؤال تاني، لو جيت عملت لك كده، واحد اتنين تلاتة أربعة، قلت لك إن الحتة دي كلها بخمستاشر، فأنا عايزة كل حتة من دول، بنعمل إيه؟ هي الحتة اللي جوه متقسمة كام حتة؟ التلاتة دول ولا كلهم؟ صح تلاتة. لأ بنشوف الحتت دي، هي دي الأجزاء هتبقى المحسوبة، كل واحدة ب5. بس يبقى اقسم 15 على 5، هالتلاتة فيها الخمس. خلاص كده اتفقنا. أيوة. يعني السؤال بيجي لي ايه، اذا قطع مستقيم عدة مستقيمات متوازية فان ايه هو بيجيلي الاجزاء؟ كتابة مش برسمة صح؟ لا هتجيلي رسمة، الكتابة هتجيلك، لو جاتلك كتابة هتجيلي كده، اذا قطع مستقيم عدة مستقيمات متوازية كل اللي انا عايزاه تقولي لي متساوية في الطول، متساوية في الايه؟ بالطول. خلاص كده. بمعنى السؤال بقى يجي لي بقى ازاي، يجي لي كده مثلا شكل اهو، ده بيشرح لك تمام كده، او الشكل الاخير ده اخر شكل، أيوة. او اخر شكل جايبها لي كلها بكام؟ ب 15. يقول لك وجدي طول مين به ايه؟ به ألف، به دال. به دال. بصي لما نيجي نحل السؤال ده، هو جايب لي على الرسمه مش في هنا شرطتين؟ أيوة. وهنا شرطتين وهنا شرطتين. لما اجي ابدا احل لازم اكتب اول جمله مكتوبه في السؤال وتاني جمله، يعني دي بدايه الحل. خلاص كده يعني لازم اكتب اول سطرين. أيوة. ايه هما اول سطرين؟ ان الف ايه اهو، الف عين بيوازي مين اهو، الف عين بيوازي مين، صاد ايه صدال بيوازي مين، سين هي بيوازي مين. جيم ما بقى. اديني كتبت اول سطر. طب تاني سطر قال لي ان الف صاد بتساوي صاد سين بتساوي سين جيم، ان الحته دي بتساوي الحته دي بتساوي الحته دي. خلاص كده اتفقنا. تمام. طالما دول متساويين يبقى اللي قصادهم برضو متساويين. طب اللي قصادهم اسمهم ايه بقى؟ الف مين اهو، اللي قصاد الحته دي مين اللي قصادها الناحيه التانية في المثلث؟ هتبقى ألف دلها يبقى الف دال بس بيساوي دال مين، دلها بيساوي مين، هه مين. هيه باء كام حتة دول؟ ثلاثة يبقى اقسم 15 على كام؟ على ثلاثة. فيها الخمسة سنتي.
هو طلب مني بهدل، ادي بهدل اهي، امشي كده على بهدل كام حتة، ثلاثة. بهدل اهي بهدل اتنين، 2، يبقى اجمع 5 زائد كام، 5 زائد 5. بتساوي 10 سنت. خلص. والسؤال بيجي ده فيها اوي على فكرة، اهو أيوة. هوريهولك بيجي في الامتحان ازاي، اهو اول واحد اهو بيقولك اوجدي طول ألف سين بالخطوات، هي كلمة بالخطوات دي عشان كده بقولك أول سطر تكتبيه وتاني سطر تكتبيه تمام. عشان بيطلب مني بالخطوات. طب أنا كتبت أول سطر وكتبت تاني سطر، هو قال لي إن ألف دال أهو بيساوي دال سين بيساوي سين ب، يبقى مين اللي قصادها برضو متساويين، أكتبهم ألف مين أهو، ألف دال مين اللي قصادها هي أشرقت، ألف هاء. يبقى ألف هاء بيساوي ه مين، هي سين. هي سين ولا صاد دي؟ ه سين، ه صاد، دي صاد تمام. بيساوي جيم. سين جيم. صاد جيم. اوكي. خلاص كده. طب هي كام حتة، فهمت، تلاتة. يبقى اقسم كام على كام، دي 9، كلهم ب9. تسعة يعني ب3. ده يبقى 9 على 3 بتساوي 3 سنتي. هو طالب مني ألف صاد كلها، أهي أدي ألف صاد كام قطعة، 2. يبقى أجمع كام زائد كام 3 زائد 3. بتساوي 6 سنتي. خلصت، اتفقنا. تمام. طيب السؤال اللي بعده زيه بالظبط برضو، أكتب أول إيه، أول سطرين. أول سطر وتاني سطر. طب تاني سطر مين اللي بعده، هو قال لي إن ده بيساوي ده بيساوي ده، مين اللي قصاده؟ الألف دال والدال سين والسين ب. يبقى ألف دال بيساوي دال سين بتساوي سين ب، يبقى تقسمي كام على كام؟ هبقى هقسم 15 على 3. فيها 5 سنتي. أشوف هو طالب مني ألف سين، أدي ألف سين كام قطعة؟ 2. يبقى 5 زائد كام؟ 5 زائد 2 زائد 5، أو 5 في 2 يعني ب10. بس كده خلصت. اللي بعده نفس الخطوة نفس الكلام بالظبط، هكتب أول سطرين وبعد كده هكتب ألف دال بتساوي دال سين بتساوي سين باء. برافو عليك، ماشي ده مكتوب اهو، ألف دال بيساوي دال سين بتساوي سين ب اهو، تمام. أنا هكتب بقى وبعد بتاع كده الناحية هعمل التانية، إيه؟ هكتب بقى بتاع الناحية التانية، ألف مين، ألف هاء بتساوي هاء سين بتساوي سين جيم. ماشي برافو عليك. وهكتب 3، 18 على 3. يا 18 على 3 فيها 6. هو طالب مني ألف سين، يبقى ألف سين كلها بكام؟ هتبقى 6 زائد 6 هتبقى 12. برافو عليك. طب اللي بعدها نفس هكتب الخطوات أول بيجي بقى، سطرين وبعد كده هكتب ألف دال بتساوي دال هاء بتساوي هاء باء. وبعد كده هعمل 18 على 3 وهو طالب مني هاء باء، هتبقى هاء باء طلب مني هتبقى هاء ب 6. بس 6 سنتي. سهل ولا صعب؟ سهلة. ناخد بقى امتحان، تمام. هبعتهولك على الجروب. خلاص. تمام. خلاص هبعتهولك حالا، تمام. حلي وبعتهولي بقى دلوقتي بقى، طب ماشي. تمام. ماشي يا روحي، سلام. باي.